جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. لدرسي في سؤالها كبدا سؤالها دعن هيو يقوى SMS يقصر دعاي لفتو مكالا يرى مركا إن شاء الله تعالى سكسكو بينا شيخ وحن أدواني نعم سؤالها موضوعا أما أدو أما محوها إن كمتكا إن شاء الله تعالى وعلي سائل كان شيخ هدان قف ولا هدان قف ولا الله وحكشيغو on hanto inaan u sheegana aan ka baqayo dib kale oo weyn inuu ka yimaado ilaahay miska dambi dhaaf weydiisan kara intaan iska aamuso hadii uu fasad dhalay kasiid arabiya ma fasad ka weyn aduguna ilaahay subxaanahu wa ta'ala toobadu keen oo ka toobad keen سيدنا مكافأة وسميه إلى أبو بكر سبحانه وتعالى نسند به سلافة وحكر به سوكا لهدي جيرانا وحياة سلاح كان سوي سلاح السلام عليكم سيدنا عليا هاي سؤال شقيبت يا دورة واسكعال نظام عصباء مشرائق الوطن كتما دائر بلو ديا ومسائل الوطن كان يوضن مدى كالا دبا سيقبلا لكن قيب قدم به waxaa ka xumaaday tacbiir ka mise garan maayo wuxuu leeyahay saa'iilku naag gaal ah ayaan rabaa inaan guursado oo aan muslim ahayn wayna iga cadajiidaysaa inay wayna ka cadajiidaysaa inay muslimto waanan wada noolnahay qaybtaan la yaabnay markaas ma ku sii qabi karaa gaalnimada بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا مركو رئيس من شرطه إليه سبحانه وتعالى قال هذا وكلا صاري قلنا ما حلد أهل الكتاب قلنا ما هو مشركين عادية أهل الكتاب هو يهودي النصارى دمرك أهل الكتاب كي يهودي النصارى هدي محصناتي محصنات كوانا ورسون هدي عفيفات ولا قرسان كان في الشريعة قبل أهل كتابة وعفيفات أن إن سوق قشاي هاي دورسون وإن النمدد دورسون تاي شرعوه بني إن لقرسدو كسوا قدر كوهد قدر كلمات وان لن هاي وزينو شريعة هاي سلام قينا لنا ولا تقبل الجنبية وقالا ما بنانا من مسلمة دينا لنا ولا تقبل قبلنا ما بنانا إذا قفان مهركو هاي من نرشيسو ودم بآد وي ودنوب الزنا ودنوب تقوى وي شريعة الموبقات السبعة تدبدأ لغوها لك سبي كم تهاي آخر هذا ضد وصنع سؤاله وغطابت كان oo ka bax masaladaasi guurka dumarka ajnabiga ah duurka dumarka ajnabigaas ku soo wadada dhammaantood kuma taliyaan waxaa kugula talin lahaa gabar soomaaliyeed inaad iska guursato waayo tajaaribta aan soo arkay inta badan guur ajnabi oo sugmay maan arag u burbura waxaan burburiyay inta ugu badan le cultural difference iyagoo muslimiina oo muslimada oo ajnabiya iyo nin muslimo soomaali yani kala jinsiya markay iskuursan inta badan guurkoodu wuu dumaa sababta dumisaana waxa weeyaan cultural difference iyadoo kristana ama yuhuudana kugulama talinayo oo waliba aad joogto dhul gaaleed waayo caruurta dhalata inaanay muslim noqonayn bay u dhowdahay
هذا كلا تكتان شروع لو ضمضنا نقارنا كلي تمركز يا عروته صحيح ما كبر بالذي المهام كلا قاسينا هنا مسلم كون قانوني نودكت تي أبها هي هو يد الصومالية ده مسلم كي علمي هي باب اللو تقلعي ومسلمنا ضربوها هيا مد أن هو أن مسلم هينا دول أن مسلم هينا كويس هو أن مسلم هينا دي اللي جاي لها دول مسلم فحاب الله جاي قبل هاي سوون لو بتبادل لها لكن هو أن مسلم هينا ما إلى شيء ودول أن مسلم هين شوغا سيدا لو بتبادل يانا أنا وباب كده بقرن معي كواحد كقولة تلين لها ولا لو قبر مسلم رات سو أقول سو السلام عليكم جزاك الله خيرا سائل كان وحنفلا يا واقف دمرة وحلا لا إشاخو إلهي درتي بانكوش على هاي أولا طلبات وحلا دا وحنكون عاي فعل زناء وحان يا شيئور مدكوا بان جدهد أيان إسكسو حاقي هبين إيا مالي وانتو كذا وانا توبت كاني intaasi ma igu filan tahay qofka mu'minka ee dunida waa uu ku dhacaa waa uu furantay ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadiisa asalan in la soo xaqo la dilay laakiin haddii baa ay dhacday qofka muslimka inuu toobad keeno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena waa bannaan tahay kuwii toobada dhabta ah keenayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay toobad bay toobad keentay haddii reer madiino oo dhan loo qaybiyo ama sabciina min ahli madiina gaadhi kari lahay marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu toobadaada kugu sugo islaamnimadaadana kuu xujiyo kuuna dhowro wallahu aclam جزاك الله خيرا سائل كان وحول يا شيخ سي وحو ان وحوغا اسلوبي وحول يا شيخ وحان اهي ددكا لليدو وحان مركا شيكتا قبيل قبيل كي ليدي ايان شيكتا ارنتا شريعه الاسلام كما كو بنانتهي مسألة هورة يعني كجوابي إلمها وحي قصاب سيسان مو قاعدي حط روح لغافو في مسي ما قاعدين مك ما كواجبي سامسي كما واجبي سو وغرد يونبي وشيقي ما كواجبي سامسي كما واجبي سو ومسألة تفصيل وبهار مكا شيخ على قل حديدو ان بحان شيخ تاعدان ابتركا يا هين soomaalidu intii ay dabada u soo baxday dee anigu xagga kaleaba loo badanyahay yurub reerihii isbidi jiray ayaa sheegta reerihii markii hore iska bidi jireen laakiin fi shariica qofku aabbaan aabihayn inuu nisba sheegtaa ma bannaana cidaan ciddiisii ahayn inuu sheegtaana sax ma aha midna ha la ogsoonaado إلهي القرآن كوحو كنت الماما إياه إنو إنقا أبوري من ذكر وأنثى شعوب يا قبائل اللي إنقا دقيسا إنو يسوقر أنه وحانا إذن كو شرف بدن بالليلي ألا أكتيس كوين وعبس بدن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم آيات صدح قضب بيشاكت waxay sheegtay kow asalku inuu isku mid yahay wixii asalkiisu isku mid yahayna ma kala koreeyo aadam iyo xawaa dhalay ama cadow ama madoobow ama soomaali noqo ama talyaani noqo ama hindi noqo aadam iyo xawaa dhalay asululbashariya laguma kala sarreeyo markaa bini aadamku waa bini aadam aadam iyo xawaana wada dhalay cid waliba cid bay sii yastaa bini aadamka waa la yaqaanaa kuwa cadcaday kuwa mid madooba yasaan kuwa mid madooba dhexdooda isa sii yasaan
qaar baa timaha isku sii kalayeesa. Yurub baa waxaan arkay nin yurub lafteeda siyasta oo talyaaniga iyo qolyahan inagu aynu cadcadaanka u haysanayaan cadcadaan u haysanin, timaha la eega. Mid baa wuxuu yidhi dadkiina madmadoobe, waa mid qolada scandinavianka aadka u cadcada, qoladiina madmadoobe tuuga tim buu yidhi. Markaasaa kubad bay kasoo baxeen cayaar, inan soomaaliyeed baa markaa wuxuu ku yidhi maxaan tuuga ku nahay. Markaasuu yidhi maanin dhawey mid talyaaniga kaba iga xaday buu yidhi. Talyaaniga isaga agtiisa madmadowga ku jira, waayo madowga wuxuu ku qiimeeyaan timaha iyo indhaha. Hadduu timuhu madow yahay, indhaha bahalkiisuna madow yihiin, waa nin madow. Ama diirkana cadaada, ama carab aha, ama hindi aha, ama waa colored people, qof madow baatay. Marka qolay halkaa madowga u jooga oo timuhu haddaanay bolondo ama cadaan ahayn, indhuhuna aanay blue ama indha deera u ekeen, bahal u ekeen, maana aanu ahayn wax ka sokeeya. Waxaan uga jeedaa bini'aadamku wuxuu isku kala saaro dhan waxba kama jiraan. Ilaahay wuxuu yidhi waxaa laydiin kala duduway ee noocyada u kala dhigdhigay ee shucuub iyo qabaa'il idin ka dhigay waa litacaarafu aydii, inuu cid waliba yeesho la garan karo. Kumaa tahay reer nebi aadam oo noocaasa oo noocaasa oo noocaasa oo noocaasa ilaa abaayo hooyada laga soo gaaro? Waa in 60 bilyan ee dunida korkeeda saara mid waliba ID gaara u yeesho la garan karo. Lilmacrifa baa laydiin kala gediyey baa la yidhi, in laydin kala garan karo. Ama hadday tahay kala sarraynta iyo isbidka iyo santaaga markay timaado xagga alle, waxa ugu koreeya baa la yidhi atqaakum, kugu cabsida badan leh. Marka walaalkaana waxaan leeyahay, nin muslimo toosan haddaad tahay sidaa senka ku taag, qolada fusaaqdo dhan baad ka sarraysaa. Walow ku yidhahdaan reer hebel baanu nahay, idan nin waliba qabiilna wuu ka dhashay, aadamna wuu dhalay, halkaana wuu ka yimo, reer nebi aadam baa la wadayay. Kala korayn hadday tahayna, ilaahay sida loogu kala dhowyaa loo kala koreeyaa ayaan taa lagaaga kormarin. Asalaamu calaykum. weynay diiday nin aan ilmo adeernahay ayay guursatay. Markaa kadib shaytaan ayaa wax ii sheegay, sangoome ayaan u tegay, saaxir baan u tegay. Macnaha ninkii gabadha uu wuxuu furay 20 bil keliya uu furay, u kala tuuray. Marka intaa dhacday kadib, gabadhii aniga ayaa guursaday. Arrintaa waa ila xumaatay ee sharciga islaamku muxuu ifarayaa oo aan hadda sameeyaa. Bal culimada kale ha loo sheego, waa dembi weyne.